نروح نشوف أيضا لقاءات ما بعد فوز الأهلي بثلاثية على البنك الأهلي. والله الحمد لله، يعني بنحمد ربنا وبنشكر فضله في البدايه على النتيجه، لكن الاداء الشوط الاولاني كان بعيد كل البعد على الاداء بتاعنا، نظرا ان احنا كان عندنا ماتش انبي يوم الاثنين، وطبعا بنلعب ماتشين في الاسبوع، حاجه طبعا يعني بالنسبه للسن ده حاجه صعبه عليهم. انا شايف ان حاجه صعبه عليهم ان احنا نلعب كل 72 ساعه ماتش، لا ده كتير قوي على السن ده. فاللعيبه مرهقه من ماتش انبي، وقبلها كان ماتش فيوتشر، قبلها كان ماتش سيراميكا، فطبعا يعني اللعيبه مرهقه. فيعني انا بشكرهم طبعا على ان هم استحملوا الفتره دي، بس لسه احنا فرق 3 نقاط بيننا وبين انبي، فلسه الدوري لسه حوالي 8 ماتشات. النهارده كان 9 ماتشات، بماتش النهارده خلاص الحمد لله فاضل 8 ماتشات، فالحفاظ على البطوله صعب، وكل ماتش اصعب من اللي قبليه، لان كل فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي عايزه تعمل نتيجه كويسه قدام النادي الاهلي. يعني التعادل بالنسبه لفرقه البنك الاهلي، مع احترامي طبعا لنادي البنك الاهلي، مع النادي الاهلي يعتبر نتيجه كويسه. فالاولاد عند اي فرقه بتيجي عندها الدوافع انها تلعب النادي الاهلي تطلع بنتيجه كويسه، بس لكن احنا بنلعب على البطوله. فالاولاد لحد ما الشوط الاول كانوا مستربعين، الشوط الثاني عملنا شويه تغييرات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله طبعا فوز كبير، احنا اصلا مركز اول بننافس انبي فجاه 3 نقط، يعني احنا لو وقعنا اي ماتش انبي يطلع فوقينا، بس احنا الحمد لله كنا رجاله، يعني الحمد لله اللي جاي ان شاء الله اللي جاي احسن. يعني كابتن اسامه بيقعد يكلمنا ان احنا احسن لعيبه في مصر يعني وكده، فما نخافش من اي فرقه، احنا احسن فرقه في مصر واحنا نادي الاهلي يعني كده كده. احنا ما كناش فايقين الشوط الاول، بس لما دخلنا بين الشوطين يعني كابتن اسامه فوقنا وقال لنا ننزل يا رجاله نبقى رجاله الشوط الثاني، يعني عشان الماتش مهم واحنا بينا وبين بعضينا احنا اللعيبه، فوقنا بعض يعني. الحمد لله على الفوز والحمد لله على الاداء، بس الشوط الثاني، الشوط الاول ما كناش فايقين، كان في باد لك والكوره مش عايزه تخش، وما احناش يعتبر يعني بحاجات كتير، وهم البنك كانت احسن الشوط الاول. لازم في النادي الاهلي لازم تحافظ على البطوله، كل سنه مطلوب ببطوله، والحمد لله ادينا ماشيين اول وفاضل 8 ماتشات. كلنا لازم نكسب ماتش على ارضنا، لازم نكسب عشان انبي كده كده هتفضل تكسب لاخر الدوري، واحنا لازم ناخد البطوله، فلازم نكسب كل الماتشات الجايه. الحمد لله طبعا على المكسب، الحمد لله على النتيجه. كنا الشوط الاول مش موفقين، احنا فرص كتيره لكن يعني ما فيش بدلك، في بدلك فبس يعني لو جينا الشوط الثاني كان كابتن اسامه كلمنا واحنا في الاوضه كان بيفوقنا يعني كده. ايوه طبعا احنا كنا في الشوط الثاني كنا اسم الله متاخرين بهدف، فكنا مستعجلين كنا عايزين نكسب فبس يعني الحمد لله على المكسب. الشوط الاولاني كان فيه بطلك وكنا طلعنا خسرانين، بس نزلنا الشوط الثاني لان احنا النادي الاهلي الحمد لله قدرنا نتعادل ونكسب. وكابتن اسامه كان قايل لنا يعني بين الشوطين لما كنا طلعنا خسرانين قال لنا انتوا فرقه بطل، انتوا احسن فرقه في مصر، ما ينفعش تعادلوا او تخسروا ولا يحصل اي حاجه، لازم تكسبوا. كان فضل اللي حمسنا، احنا فريق بطل، والماتش اللي فات كنا متعادلين مع انبي وكان لازم نكسب، بس الحمد لله ربنا يعني ما قرتش، فنزلنا الماتش ده ان احنا لا لازم نكسب عشان نكمل في مشوار الدوري ان شاء الله. ان شاء الله نكسب كل الماتشات الجايه زي السنه اللي فاتت وناخد الدوري ونفرح كابتن اسامه والجهاز كله ان شاء الله.